بتفكر انك تتحجب في يوم من الايام؟ دي الحاجة الوحيدة اللي عمري ما بعملها حتى لو ربنا هداني من الغنى. يعني بتمنى ان ربنا يحفاني من البلوى اللي انا فيها دي اللي هي الغنى، ويحفى عني واكون يعني زولة مربية منزل وزولة قاعدة في بيتها ومع اولادها ومع راجلها. لكن عمري يعني اكون قريبة لربنا زي ما هسه انا قريبة لربنا، بس اكون بزيادة. عمري يوم ما فكرت اني اتحجب.